السلام عليكم دي الزير بوي بيجي رياكشن. رجعنا لكم الاولاد برياكشن جديده كالعاده والعوايد جديد تخدم الاولاد. وتويك اجينا للقديم سيري افيرو المتواصله وبنجاح الاولاد. الناس الكل موجوده والناس الكل شيخه وبرشا فوضى مع افيرو. توا تيتر افيرو نعزف على آلة الفلسفة نمبر 3 الولاد خدمنا نعزف على آلة الفلسفة الأول والثاني ورا بعضهم البارح والتلبارح الولاد وانتوما اللي اخترتوا الشيء هذايا. دونك تويكا نخدموا نعزف على آلة الفلسفة 3 وكيف كيف راهو على فكرة أكثر كومنتير فيه جامد وياك علاش باش نخدموا. ليتس جو الولاد شوفوا الشيء الفوضى وبرجولية بالله فوضى في لازف على آلة الفلسفة الأول والثاني صاحبي. ماهيش كيف كيف ماهيش نفس العملية ماهيش نفس اللغة ما بنفس كيف ما نقوله يعني العنوان أكا وما العملية اللي قاعدة تصير داخل صاحبي مختلفة تماما تعش معناها تماما أكا فيرو يبدع في كل في كل تيتر لازم يبدع لك صاحبي. ليتس جو نشوف شنو الفوضى مع بعضنا ونفهموا العملية سينو كالعادة. الولاد اليوم يعني كي يجيكم جديد يجيكم معاه يعني يابطلكم تيتر جديد يابطلكم معاه يا زوز تيترويت في السيري متاع العادة يا تيتر بارك. هذا ما يمنعش الولاد خدمنا اليوم افيرو كان ما خدمناش الكاسترو خاطر باسش نخدمو الكاسترو كان ما خدمناش الكاسترو نخدمو غدوة ان شاء الله. كان فما جديد ما كانش يتخدم مع افيرو ما كانش يتبجل يعني الكاسترو على سيري افيرو كي يبدا فما جديد فهمت كيفاش خاطر اليوم خدمنا افيرو وما خدمناش الكاسترو دونك فهمت العملية كيفاش ان شاء الله تكونوا فهمتوا الولاد. ليتس جو نشوف شي الفوضى مع بعضنا نفهموا العملية بالكدا يلا الولاد يلا. تريبيت الوليد كالعادة كالعادة تريبيت صعب سرحان 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 صعب في عينو ميلاني قرد لاني غزالة مو نيكس بوسي عملو صوم حتى للبسالة سو مو ثالث يحكم في الاشكال كان مو كلف كدي كون تودي كو ذو قيمة كيما البو لي قرا ولادو لا دلس انا خوذ اقصر في الدنيا لا عندي في الدنيا الاخرى خيمة تحس تحس كو تسو ميما تسو تينا مالا يا يدي لحظة ساعة يا برو التكنيك التكنيك اللي قاعد نسمع فيه انا تو راهو بالرسمي ما يصيرش ديما راهو بالرسمي ما يصيرش ديما نتاع مو كلف مو تيزي تيزي الولاد تيزي يا فيرو يلعب في لعب مش عارف كادي كون تودي كو ذو قيمة كيما البو لي قرا ولادو لا دلس انا خوذ اقصر في الدنيا لا عندي في الدنيا الاخرى خيمة تحس تحس كو تسو ميما تسو تينا مالا الدنيا بالمال تولي ما عادش مملة الا الا في حالة واحدة نزار في زحمة نستحمل في حياة مصاحبة كاستحفل نستحفظ على صحتي ولا ليه 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 برو ليه تو ميما تسو تينا مالا الدنيا بالمال تولي ما عادش مملة الا الا في حالة واحدة نزار في زحمة نستحمل في حياة مصاحبة كاستحفل نستحفظ على صحتي ولا نبعثها تنايك حلها بلاد نتحداك ونحتلها بحتى شيء نبعثها تنايك بلاد حلها نتحداك ونحتلها صعب لازمك تبعثها تنايك صعب لازمك فما مرحلة من حياتك باش تتعدى فيها الوليد لازمك بالرسمي تبعث كل شيء نايك حرفيا كل شيء تعرف معناها كل شيء كلمة مش تبعث كل شيء نايك لازم اهتمامك يقل بكل شيء فهمت كيفاش علاش باش تعاود تطور من روحك من الاول جديد وتعرف شنو هو اللي لازمك تهتم به بالكدا وشنو اللي ليه يعني ترجع كل شيء للصفر انا تو ما عاد مهتم بحد شيء نعيش كل شيء ونفهم شنو هو لازمني نهتم شنو هو كيما فهمت الاولويات في حياتي صح فهمت هكاك نعزف على آلة الفلسفه ولازم نحفل نستحفظ على صحتي ولا نبعثها تنايك حلها بلاد نتحداك ونحتلها بحتى شي نتسلح حاجتي نقدها من اجلها خار يا متقمصه دور نوح تلا سخانة تشوشة باردة نار وقلع ثوق ليلة قال خاليا مخاخس واقف بماليا واللي طلع بانيا صايبي طايح حلو واحد حوثالة اغزر للغد كلمة وغزر لك حتفل ما وحاسر لك خاد انتي وحلمتك يسمع نعزف على آلة الفلسفة ثلاثة اسمع الولاد ماي هاي بيش البيت ماهوش هارد اما برجولية حتى تيترويت كيما هكا من افيرو راوي يمسوك برشا راوي يبربشوك برشا راوي يدخلولك في مخك برشا صعب تحسوا كالسحر كالسحر كالصوت اللي تسمعه كله ف...
فهمت كيف؟ خاطر يوصل لك في المعلومه. اللغه دي مهاره انا ما افكر، اما الاولاد التكنيك اللي تسمعه مازالت. انا متاكد اللي فما لعبه بالاصوات، فما صوت شي تبدل صاحبي. تدي ترش قول لا خاليا مخخز واقف ماليا واللي طلع بانيا صايبي طايا حلو واحد حثاله اغزر للغد كلمه وغزر لك حد فيلم وحاسر لك خد انتي وحلمتك بيناتكم جارة شر جزر وما انتي وحلمتك بيناتكم جارة شط صاحبي. هذه ما تنساهاش الاولاد، هذه ما تنساهاش. انتي وحلمتك بيناتكم جارة شط، راك ما تعرفش عليها، راه في الدورة حلمتك، اما انتي ما في بالكش، دونك سلمت فيه، مشيت لطريق خايب. اما هو كان في الدورة في الرامبوان، شفت الرامبوان تمشي الرامبوان تدور على اليسار تلقاه، فهمت كيفاش؟ دونك ما تسلمش في حلمتك خاطر ما تعرفش عليها وقتاش تتحقق. كان عندك حلمة خليها تكون واقعية شوية، وابدا من الصفر وابدا بشوية بشوية، ديقة ديقة، مش يعني تجيني ماك عندك حد شيء وماك عامل حد شيء وماك قاري حد شيء وتجي تقول لي نحب نولي مليونير. امشي اقرا، اعمل صنعة، اعمل كذا، دبر خدمة بشوية بشوية، عاون روحك، ادخل في مشروعك وحدك، كل شيء في السكريتو. تو وقتها كي تقول لي راني نحب نولي مليونير نقول لك هاي تولي مليونير، ما فما حتى مشكل. فهمت كيفاش؟ حاول حاول اعمل اعمل اللي يدي اللي تحب، اما حاول صعب من الاخر. قد ما فسر لك حد اما ذاك كان سبب مش وحدك تفهم لك مالك يا في ناس نام الفلسفه الا فايب انبسط. بزلت نحكي بزلت نحكي، قلت لكم فما تبديل صوت الاولاد تيتر اول مره راسمعوا مش تفهم صح. بيناتكم جارة شر جزر ومد وما فسر لك حد اما ذاك كان سبب مش وحدك تفهم لك مالك يا في ناس نام الفلسفة الا فايب انبسطنا من حينك حل اتحرى وحاول حل يا ناس نام شو قال تو الفلسفة الا فايب انبسطنا من حينك حل اتحرى وحاول حل يا ناس الفلسفة الا فايب انبسطنا من حينك حل اتحرى وحاول حل يا تو بالليل بالرسمة تي واحد يتكلم بالصيف تو بالليل بالليل الولاد. ديزولي الولاد ديزولي نعمل هكا صح نام الفلسفة إلى فايب انبسطنا من حينك حل اتحرى وحاول حل من حيلك إلى فايب انبسطنا من حينك حل اتحرى من حينك حلها وحاول حل يا ناس حاول حل يا برو. اوه 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 باش تفهم الولاد مش هذايا مش هذايا هذايا مريق للجواب. هاي 720 صاحبي خاطر كونيكسيون خلص فيها من جيبي برو باش انت تخلص بيك شبيك نعم الفلسفة نعرف مرشتكم الولاد دي زوين ناس نعم الفلسفة الا فايب انبسطنا من حينك حل اتحرى وحاول حل ناس نعم الفلسفة ناس نعم الفلسفة الا ناس نعم من منار قفص ناس دعت في اللي بدي امشي من كل وجهة بالمنبع خارج طاقة يا ناس دعت في الطاقة النقية من الطبيعة حدد مكانك كانو مكمش كنت تشنج وتفوتك حاجات كي ترمش لازمك بونش باش ما تتألمش لازم برو 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 افيرو ملا فايب ملا فايب وملا تريب وملا لغه وملا اصوات وملا اوتو تيون صاحبي صاحبي ما فهمش منه برشا كان مكمش كنت تشنج وتفوتك حاجات كي ترمش لازمك بونش باش ما تتألمش لازمك تقدر فرد وقت لازمك ما تحشمش لازمك تفهم انت ودوب ما تفهم فهم لي ما فهمش مش لازمك تفهم انت ودوب ما تفهم لازمك تفهم اللي ما فهمش ما تخليش معلوماتك لروحك فيد العباد كان حب سمعك سمعك ما حبش سمعك ما سمعكش ما فما حتى مشكلة ما في دوها العباد راهو فما عباد بالرسمي راهي ما يفهم شيء فنحكي في كوتي يعني اون جينيرال مش نحكي على موضوع برك فما عباد بالرسمي راهي ما تشم شيء دونك تفيدها انت اوتوماتيكمون دي راك ربحت السيدة وكيف ولا يفهم في الحاجة هذيك ينجم يكون حتى يكتشف روحه اللي هو الحاجة هيك يحبها دونك تعرفش عليها صاحبي فيد مادام انت تعلمت علمت في كونش قايد في مخك وقايد تقتل البخل فايق وضغط وقايم تقبل البخت وما يحس باللغة ممكن اللي يعفس عليه زيد كي تشوف انسان يبكي ما تضحكش عليه بالك زيد كي تشوف انسان يبكي ما تضحكش عليه وما يحس باللغة ممكن اللي يعفس عليه مش ما يحس بالجمرة كان اللي يعفس عليه ما يحس باللغة هاي اللغة اكثر واكثرين كان اللي يعفس عليه صاحبي وكي ترى انسان يبكي ما تضحكش عليه هذه الولاد نحبها قاعدة في مخاخكم خاطر بالرسمي يدي انثى ولا ذكر يدي ترى انسان يبكي يا تواسي وكان تعرف روحك ماكش متاع مواسي يا ماكش متاع فازيت هز روحك وامشي اما باش تضحك باش تعمل كل فازيت
خاصة نذكر الوليد، خاصة نذكر وما طابت الدمعة كان بالروح صاحبي. قدوة في الأيام تجي في بلاستو، تنقب النهار ومشى حافي تنقبت كلاستو. يا دازو خوه يدس في فاس دز حسب ما قالوا راسو خلي ربي حاس خلي عادي كان جاو الكلهم ضدك عندك ربي معاك حاجة تحب تصير وما صارتش خاطر ربي يحبك صحك. واللي نحكي اسمع 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 ركز صاحبي سوخوه يدس في فاس دس حسب ما قالوا راسو خلي ربي حاس خلي عادي كان جاو الكلهم ضدك عندك ربي معاك عادي كان جاو الكلهم ضدك اعرف رو ربي معاك صاحبي عادي ربي معاك دي بور عليها الناس كلش استحقها العبيد انتي استحق ربي سبحانه اسمع اسمع لي بعد حاجة تحبها تصير وما صارتش خاطر ربي يحبك كان حاجة تحبها وما صارتش كان حاجة تحبها تصير وما صارتش اعرف رو ربي يحبك فما حاجات الوليد رانا ما نعرفوهمش هذاك علم الغيب سبحانه علم ربي سبحانه هو يعرف اما هذا ما يمنعش رو بالرسمي فما برشا حاجات نحبوهم يصيرونا في حياتنا وما يصيروش عارف رو ربي يحبك بالرسمي خاطر كان صارت لك الحاجة هيك راك في طريق خايب ولا في طريق لطف يا ربي دونك هذه دي ما خمم فيها خلي منك بربي خويا تشوف كيفاش تتحل صح كما جاتش قدك مش ناوي الدمعة تخطاك حد ما حب يهز معاك وذا نساك اما تهنى يوم ولا يوم المهمة تيح معنوياتك لما وكي تقتل الغرزة ما تنساش لازمك تدفنها انا ناسنا من الفلسفة الا وانتي تسمع وكسر زبك كان ناوي تفهمها انا نصنع من الاله فلسفه وانتي كسر زبك انت تحب تفهمها صاحبي يعرف ايش قاعد يعمل يعرف ايش قاعد يعمل من الفلسفه الا وانتي تسمع وكسر زبك انا ناوي تفهمها نصنع من الفلسفه الا فايب انبسطنا من حينك حل اتحرى وحاول حل نصنع من الفلسفه نصنع من الفلسفه الا نصنع من من القفص ناس دات في البتاجي من كل شيء المنبع نخرج طاقة ناس داد في الطاقة النقية بالطبيعة نشوف الفايدة في المحتوى صاحبي وحدك ربي روحك سنسها تستنس ومش كان تحت المين صاحبي ربي روحك وحدك سنسها سنس روحك اللي انتي وحدك خاطر ما تعرش عليها صاحبي وحدك ربي روحك سنسها تستنس ومش كان تحت المين مش كان تحت المين تشد انفسها مش في المظاهر نشوف الفايدة في المحتوى صاحبي وحدك ربي روحك سيئة ايه فايب الوليد فايب الوليد فايب تيتر هذا برجو ليا الوليد ده نحكيه بس مش كان تحت الميت شد مفسر نظف على قيلة نظف على قيلة تفلسفة 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 اسمع سيد سيد مريض سيد مريض سيد مريض سيد مريض اسمع غاز الوليد والله غاز والله غاز والله غاز والله فاير 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 على الاخر تيتر الوليد افيرو ملا لعب قاعد يلعب فيه من قبل مش من توا صعب 3 سنين عنده تيتر نعزف على آلة الفلسفة 3 من الاخر هذا اكثر تيتر عجبني من نعزف على آلة الفلسفة السيري متاعو 3 تيتروات الثالث هو المفضل عندي برجو ليا الولاد الاخرين كاسحين حاجة مش عادية ديزولي مازلت بريض تهايبي اما هذا ما يمنعش تيتر هذا بدعة بدعة ولا بدعة اسمعي بتاع تسمعوا صعب بتاع نص بعد نص الليل برجولي الوليد بوش بتاع قبل نص الليل بتاع تسمعوا وحدك تركز مخك تفهم كلامه فيرو تفهم اللغة اللي قاعد يحكي فيها دونك فهمت برشا حاجات نجم تحطهم ستيب باي ستيب نجم تنظم افكارك نجم تنظم الحاجات اللي ناوي تعملهم فهمت كيفاش وفرض الوقت ينجم يفيقك على وضعك هذا اللي عجبني فيها فيرو يدي ديما نقولها لكم راو الكلام نتاعو برشا يقولوا عليه تفلسيف راو تفلسيف صحيح اما تفلسيف في بلاصتو في طريقه صحيحه يخليك تغزر لحياتك بمنظور اخر يخليك تغزر للدنيا بمنظور اخر اذا يوصل رابور يخرج الانفلونس هذيك عليه
وبالكلام نتاعو باللغه نتاعو خاصه بالاصوات. تسمعوا في اللي في فوكو ولا ماكمش تسمعوا؟ تسمعوا كيفاش قاعد يلعب بالصوت حرفيا، يلعب لك بمخك، يلعب لك بمخك، يلعب لك بودنيك، صح؟ فهمت كيفاش؟ جست باش ياثر عليك، وايفيكتيف ما ياثر عليك، خاطر بالرسمي تحس روحك تسمع وفرد الوقت كلي مش مركز، كلي معاه في الخط على الاخر. زادة صاحبي صاحبي برجوليه، فوضى فوضى، الاولاد باش تفدليك والله اختها تفدليك برجوليه. ديزولي ما نعزف على آلة الفلسفة ثلاثة المفضل عندي. قولولي قولولي الاولاد في الكومنتريات، الناس كل تكتب تحط لي شنية نعزف على آلة الفلسفة، اما هو التيتر الكاسح الاول ولا الثاني ولا الثالث بالنسبة ليكم، يعني شنو اللي يعجبكم اكثر؟ خلنا نعرف راي العباد ونعرف ذوق العباد زادة كيفاش اللي تبع فينا. هذا ما يمنعش الاولاد هكا نكونوا كملنا رياكسيون افيرو نعزف على آلة الفلسفة ثلاثة. تيتر هابط عنده 3 سنين انتم اخترتوه، بالنسبة للعباد اللي ما في بالهاش رانا خدمنا نعزف على آلة الفلسفة 2 و1 وربعضهم البارح وقت البارح. دونك جست ادخل للشين الاولاد برشا، خاطر اقرا في برشا مساجات في الانستغرام ما في بالهمش اللي بالرسمي راهو كل شيء خادمين وحمد لله يا ربي، يعني فهمت كيفاش. دونك ادخل للشين وانا ديما عندي فازة كي نهبط التيتر نهبط الرياكسيون نهبطها باسم التيتر بعد رياكسيون، فهمت كيفاش. دونك باش تلقاه طول، دونك تدخل للشين تكتب في الريشيرش اسم التيتر اللي حاجتك بيه طول، ما تكتبش اسم الرابور، اكتب اسم التيتر طول وبعديك احط رياكسيون تخرج لك طول صاحبي وشيخ روحك. هذا ما يمنعش حتى كي تحط اسم الرابور يخرجوا لك، اما يخرجوا لك برشا وانت ايش تختار، واقل رابور خد منه اقل حاجه 10 تيتروات. دونك فهمت، وسعوا بالكم الاولاد، اما بالرسمي راهي الخدمه الكل موجوده والارشيف معبي صاحبي، فهمت. ومازال هذه البدايه ومازال مازال، هذا ما يمنعش الاولاد. ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون، ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا، نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. تنسيوا شاركم كومنتاتكم دنيتكم اجواكم سبسكرايب بتاعكم، خاصه مرحبا بكم على انستغرام بيكي مطا رياكشن 22 من سكيول، اول اللي في الديسكريبسيون اخره خفيفه تلقاو رواحكم. الناس الكل غادي برشا فوضى تستنى فيكم الاولاد، والجديد ديما موجود، وكان ما فماش جديد القديم ديما موجود والسيريات ديما موجوده. ونعاود نذكر اللي سيريل كاسترو راهو قريت برشا كومنتات، راني مانيش ناسيها الاولاد، مانيش ناسيها ومانيش بعد عليها، اما ديما نقعد نستنى باش الكومنتات تزيد في الجيمات باش نختار، خاطر ديما نتقاوم متقاربين وناقصين في اللايكس، فهمت كيفاش. هذه اول حاجه. ثاني حاجه ديما تيتروات الكاسترو المكثره اللي قاعدين تختاروا فيهم طويل برشا، دونك نحاول باش لعبات ما تقلقش، خاطر تتفرج في ثلاثه رياكسيونات تو كيما اليوم انا خاتم واحده في الجديد وخادم افيرو، باش نزيد نخدم لك مثلا تيتر الكاسترو ب 8 دقائق ولا 10 دقائق اوتوماتيكمون لعبات باش تبدا مستنسفه شي من سي بون شابعه بالمنظر نتاعي، فهمت كيفاش. نحب لعبات ديما كيما نقولوا اوفر هايب، لعبات تستنى، فهمت كيفاش. دونك تكتيك كيف ما نقولوا نعمل فيه، انا مش عليكم فيا تبعوني، وراني مانيش ناسي لا الكاسترو ولا فيرو سيريات راهي باش تخدم كيف كيف وان باراليل ومع بعضهم صاحبي، وديما الفوضى موجوده. ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون الاولاد، هنيوني كالعاده والعويد، ومرحبا بكم على انستغرام بيجي مطر رياكشن 22 من سكول، اول اللي في الديسكريبسيون، مرحبا بالناس الكل. نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن وقبل ما نقفلوا حلقتنا. تحيا فلسطين دائما وابدا، ما تنساوش الاولاد القضيه الفلسطينيه، ندافع عليها باللي نقدروا ونبارطاجيو اي حاجه تحكي على فلسطين، وما ننساوش اخواتنا في غزه اللي قاعدين يعانيو، وفرض الوقت ما ننساوش المقاومه والانجازات التاريخيه اللي قاعده تعمل فيها والعالم كامل يناشد بها ويتفرج فيها ومش فاهم حتى شيء، وباش تفهم اللي ربي سبحانه موجود والنصر قريب ان شاء الله. بارطاجيو اي حاجه تحكي على فلسطين، راو الكيان الصهيوني بدا يرخ اكثر واكثر حتى سياسيا وقدام العالم، والسيد ولا يخمم في هدنه ولا يخمم ما عادش ضرب وما عادش نار، خاطر فاهم العمليه اللي كان باش يقعد هكا حرفيا، يعني مش كي يجيب الجيوش نتاع العالم الكل باش يقعدوا بشويه بشويه يتمصوا يتمصوا يتوفوا ويموتوا الكل بليتو، فهمتني وليد. دونك فاهم اللي اللعبه اللي يلعب فيها خاسره كومبليتمون، دونك بدا يسل، فهمت كيفاش. هذا ما يمنعش النصر قريب ان شاء الله، وتحيا فلسطين دائما وابدا. الحرب الالكترونيه الاولاد راهي قويه، دونك زيدوا بارتاجيو على فلسطين، نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. بيس اند فاكن لوف.